السوشيال ميديا أو الفيرتشوال وورلد أصبح فاكت في حياتنا. صرنا نقيس كل شيء قبل وبعد السوشيال ميديا في البزنس، الكوميونيكيشن، وحتى في الحب. والسليبرتيز عايشين هذه الحالة. ولكن السؤال، هل هم مع الحب على السوشيال ميديا؟ لاحظنا من أجوبتهم بأننا أمام different categories. والله ما فهم السؤال، مش بتاعت السوشيال ميديا أصلاً، ده في اللالا لاند، ده بتسأل الشخص الغلط. ومنهم اللي أساساً مش في السوشيال ميديا. يعني ايه؟ لا هو لازم فيس تو فيس طبعا، لازم حد بيحب حد لازم يروح يقول له في وشه انا بحبك، ان هي بتفرق كتير قوي قوي. يعني موضوع السوشيال ميديا وانه الكلام اللي هو من ورا البلاك ميرور الموبايل، يعني معلش القصه دي خيلاني، فده حاجه رخمه قوي قوي. ممكن تبتدي على السوشيال ميديا بس ما تكملش على السوشيال ميديا، ان مفيش علاقه هتحصل اونلاين، يعني لازم هيبقى فيه تشوف اللي قدامك وتتعامل معاه. بيبعتوا هارتس، يعني كان زمان في ورد وشوكليتس وبتاع، دلوقتي الموضوع بقى اسرع. وبخصوص الجيفتس ايضا افتراضيه، يعني ده وده، يعني برضو كادو حلو صغير كده، واي نوت. يعني نوتد. وفي علاقات نجحت على السوشيال ميديا، ممكن تسالون هند صبري وهاني عادل وهم بيعطونكم ماني اكزامبلز. طبعا بيحصل، يعني اول ما تعرفت على مراتي مثلا، هي عايشه في بلد وانا عايش في بلد، بنتواصل مع بعض عادي. اعرف بتاع 3 4 كابلز اتجوزوا على فيسبوك، يعني عرفوا بعض على فيسبوك، يعني لا بيحصل. غريبه بين هند تعترف بأهمية السوشيال ميديا، ولكن لا نرى أي صورة تجمعها بزوجها. أما إسلام حافظ فغير مقتنع أبداً. انا ما بفهمش قوي الحكايه دي، يعني الحاجه اللي ما عنديش فيها تجربه بصراحه ما بعرفش اتكلم عنها قوي، لكن اللي انا متاكد منه ان السوشيال ميديا مش حاجه صادقه قوي. ما بقولكش ان هي مش مهمه، ما بقولكش ان هي مش موجوده، مش ده موضوعي. انا ما بصدقش كل حاجه موجوده على السوشيال ميديا. احمد فهمي لم يكن بعيدا عن راي اسلام. كل حاجة باظت في عصر السوشيال ميديا، مش الحب بس، كل حاجة انت بتبعت مسجات وبتنزل بوستات وبقيناش حقيقيين. يعني حيرتنا يا أحمد، على قولة المثل المصري، أسمع كلامك أصدقك، أشوف بوستاتك أستعجب. ومن أحمد لزينب غريب اللي ما زالت تدرس الموضوع. انا بتعلم سوشيال ميديا لسه، فانا مش قادره اكون هذا المندفع في السوشيال ميديا، بس انا عارفه ان هو اختلف دلوقتي، في موجي يودي في داهيه، بقى اكس بسبب موجي غلط. لا انا خايفه من الحب في عصر السوشيال ميديا. اما احمد زاهر فلانه متزوج ولا يحب ان يزعل المدام، حول الحب على السوشيال ميديا لموضوع جنرال اكثر. انت قصدك علاقات البشر ببعض، مش علاقه الحب بس. الحب ده حاجه خاصه. قبل السوشيال ميديا طبعا كان احسن، دلوقتي بقينا نسال على بعض بالواتساب. زمان كنا بنكلم بعض، بنقابل، بنشوف بعض. مع ان احمد يشارك محبينا صور مع عائلته ويخبرهم عن ادق التفاصيل. الفرحه كملت، ملوكتي كبرت، على طول في ظهري يا اغلى الناس. وعندنا ايضا هوبليس كيس في الحب. هي الاثنين فشلوا معايا، فممكن نقفل الانترفيو على كده وامشي. انا بكلمك بالامانه. اكتر واحده ابوها انت هتقعد معاها في حياتك. يلا لا بص، يعني جاهز بكل الاحوال، with or without social media. wish you all the love you deserve.